الهدف الثالث أن يتعرف الطالب إلى بنية العظام الطويلة وأقسامها. العظام هي عبارة عن الشيء الصلب الموجود في جسم الإنسان، صحيح، ولكن هل هذا الشيء الصلب هو عبارة عن شيء جامد لا الحياة فيه؟ أكيد لا. جسم الإنسان ما في خلية فيه إلا لازم تكون خلية حية ولها بنية خاصة. العظام الطويلة أكيد ما حدا فينا إلا شاف عظم طويلة، عظم الدجاج مثلا، عظم الخروف مثلا، نلاحظ أنه هذا العظم الطويل له أقسام. في عنا بالنص هاي اسمه جسم العظم، وعلى طرفي جسم العظم يوجد انتفاخين. هالانتفاخين ماذا تسمى؟ تسمى مشاشتين. المشاشتان العظميتان هن عبارة عن نهاية العظم الطويل من الطرفين، ويكون لها شكل معين من أجل أن تتوافق مع سطح المفصل الذي سيليها، صحيح؟ العظم نلاحظ وجود نتوءات عليه من الطرفين تحت المشاشة. لاحظوا هذه المشاشة في عنا هون مثل الزيادة، مثل البروز لعظم صغير اسمه نتوء. وأيضا قد نلاحظ وجود مثل الثقوب الصغيرة الموجودة والممتدة على جسم العظم. فما هي مهمة هذه النتوءات وما هي مهمة هذه الثقوب؟ يتألف العظم الطويل أولا من المشاشتين، وهما عبارة عن نهايتين منتفختين للعظام. هاي نهاية وهي نهاية. طبعا كل عظم في عنا نهايتين. نحن نتحدث الآن عن العظم الطويل، مو على العظم المسطح، مو على عظم الفقرة. العظم الطويل من طرفيه يوجد مشاشتين، هن عبارة عن قسمين منتفخين. اثنين، بين هالمشاشتين يوجد جسم العظم، هو عبارة عن قسم متوسط بين النهايتين العظميتين. ثلاثة، نتوءات. كيف يعني نتوءات؟ يعني بروز عظمي صغير يوجد تحت المشاشة بين جسم العظم والمشاشة. مهمته الأساسية للنتوء هي عبارة عن مكان من أجل استناد عضلات الجسم. يعني نحن هلأ هاي العظم الطويلة لازم يكون في عنا عضلي هون، صح؟ وعضلي هون. طب هاي العضلات كيف رح تلتصق بالعظام؟ أكيد ما رح تلتصق فيه بشكل كامل، صح؟ في عنا هون ارتباط. أربطت العضلة ترتصق أو ترتبط مع العظام من خلال هذا النتوء حصرياً. ولا تلتصق العضلة كلها بشكل كامل على جسم العظم، لا، في عنا مكان محدد لارتباط العضلة على العظم، وهو عبارة عن هذه النتوءات التي توجد على العظم الطويل. رابعاً، ثقوب. نلاحظ وجود ثقوب على جسم العظم. هذه الثقوب لها مهمة، هي السماح للأوعية الدموية والأعصاب بالدخول إلى داخل جسم العظم. فإذا الأعصاب والأوعية الدموية تدخل إلى داخل جسم العظم من خلال هذه الثقوب. فإذا العظم هو عبارة عن قسم حي. فماذا يوجد داخل هذه العظام؟ لماذا الدم والأعصاب تدخل إلى داخل العظام؟ العظام ليست كتلة صلبة. العظام هي عبارة عن أنسجة متوضعة وبنى خاصة من أجل تشكيل هذه العظام. العظام تتألف من أنسجة عدة، وهي أولاً السمحاق. إذا لاحظنا على جسم عظم طويل يوجد في عنا من الخارج طبقة هي عبارة عن خلايا تسمى السمحاق. اثنين، نسيج عظمي كثيف جوا السمحاق مباشرة، هلا برا السمحاق. طب جوا هالطبقة هاي الخلوية هي نسيج عظمي كثيف وهو القاسي. هذا النسيج العظمي الكثيف هو اللي بيعطي الصلابة للعظام. ثلاثة، قناة مركزية جوا العظم الكثيف واتفتحوا العظام طوليا. لاحظوا وجود شيء مثل القناة، قناة مركزية للعظام. رابعا، نسيج عظمي اسفنجي، وهذا النسيج العظمي الاسفنجي وين موجود؟ موجود في المشاشتين حصريا، لا يتواجد في العظام بشكل كامل وإنما يتواجد في المشاشتين. فإذا يتألف العظم الطويل كبنية، بنية العظم الطويل هو عبارة عن سمحاق، واحد، اثنين، عظم كثير، ثلاثة، قناة مركزية، رابعا، عظم اسفنجي. طبعا رح نأخذ بإذن الله تعالى كل واحدة فيهم شو مهمتها الأساسية في هذه البناء. طبعا المشاشة يغلفها نسيج غضروفي. طبعا المشاشة من الطرفين، الطرف العلوي والطرف السفلي، لاحظوا في عنا غضروف يغلف هاتان المشاشتان. من أجل ليش نحن قلنا المشاشة هي عبارة عن مكان اتصال المفاصل ببعضها؟ طب هذه المفاصل لازم ما تحتك، صحيح؟
فيوجد عنا غضاريف من أجل حماية هذه المفاصل. القناة المركزية الموجودة في صلب العظام تدخل إليها الأوعية الدموية والأعصاب. لماذا؟ لأن القناة المركزية تحتوي على نسيج خاص من أجل توليد الكريات الدموية الحمراء والبيضاء بإذن الله رح نأخذه خلال الدرس القادم. فإذا مما يتكون بنية العظم الطويل، أولاً السمحاق، اثنين نسيج عظمي كثيف، ثلاثة قناة مركزية، رابعاً نسيج عظمي إسفنجي. لاحظوا في عنا نسيجين عظميين ولكن إحداهما كثيف والآخر إسفنجي. الكثيف موجود في وين؟ في جسم العظم. الإسفنجي وين موجود؟ موجود في الغضاريف حصرياً. فرق بين التنتين. النسيج الغضروفي موجود، الغضروفي موجود في أو يغلف المشاشتين من الخارج من أجل حماية المفصل، المنطقة المفصلية. أولاً السمحاق. السمحاق هو عبارة عن طبقة رقيقة ليفية تغطي الجسم العظم وهي غنية بالأوعية الدموية. وقت اللي بيكون عنا عظام طازجة بنلاحظ أنه هاي العظام لونها مو أبيض، لونها إلى هيك شيء من الأحمر أو الزهري ممكن نقول. طيب من أجى هذا اللون؟ طيب ما العظم أساساً هو عبارة عن أملاح كالسيوم، يجب أن يكون لونها أبيض، صحيح؟ من أين أتى هذا اللون؟ لأن العظام العظام تغلف بطبقة رقيقة غنية بالأوعية الدموية، وهذه الطبقة هي السمحاق. اثنين النسيج العظمي الكثيف يقع تحت السمحاق مباشرة ويشكل البنية الأساسية لجسم العظم الطويل. فمن هو الذي يعطي الصلابة لجسم العظم الطويل؟ هو عبارة عن نسيج العظم الكثيف. ثلاثة القناة المركزية. القناة المركزية تكون مملوءة بمادة نقي العظم. العظام تكون مجوفة ولكن تجويف محدود وليس تجويف كبير، وهذا التجويف يكون القناة المركزية هو عبارة عن القناة المركزية هو عبارة عن مكان لمادة نقي العظام. رابعاً نسيج عظمي إسفنجي. النسيج العظمي الإسفنجي يوجد في المشاشتين وهو مكون من صفائح عظمية تترك بينها فراغات وأيضاً يكون مملوء بنقي العظم. خامساً النسيج الغضروفي يستر المشاشتين. ما هو دور نقي العظم؟ نقي العظم في العظام الطويلة ما هو مهمته؟ مهمته توليد كريات الدم الحمراء والبيضاء وأيضاً الصفيحات الدموية. فهو نحن هلأ بإذن الله تعالى رح نأخذ خلال الدروس القادمة جهاز الدوران في جسم الإنسان. جهاز الدوران هو عبارة عن قلب وأوعية دموية، عنا أوردة وعنا شرايين. طيب إيش عم يعدي من خلال هالأوعية الدموية وهالقلب؟ في عنا الدم، صح؟ طيب هلأ القلب مهمة الضخ والأوعية الدموية مهمة أنه هي عبارة عن طرق يمشي فيها هذا الدم. مين عم يجي هذا الدم؟ طيب مين عم يولد هذا الدم؟ ما هو النسيج في الجسم المسؤول عن توليد كريات الدم؟ تتم توليد كريات الدم البيضاء والحمراء في نقي العظم وأيضا صفيحات الدموية، لأن نقي العظم يحتوي على خلايا مولدة لكريات الدم الحمراء والبيضاء.